مجد، ما هي آخر التطورات الميدانية الآن في التحيتة، وما هي المناطق التي تدور بها الآن معارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي؟ نعم، قوات الجيش تقوم في هذه الاثناء بنزل ما كما تبقى من الهجمات التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محيط مركز مديرية الحيتة. وهناك يعني معلومات تفيد بان هناك بعض الفرق توجهت لاستكمال السيطرة على بعض الاجزاء التي تتواجد فيها الجيوش لميليشيات الحوثي في المناطق الشماليه وايضا الشرقيه، ولذلك العمليات ما تزال مستمره حتى هذه الاثناء. وايضا هناك تحريض شديد لمقاتلات التحالف العربي، وايضا ضربات جويه مكثفه على مواقع، وايضا تحركات ميليشيات الحوثي في مناطق الفازه، وايضا في محيط مركز مديريه الحيتة، وايضا في مناطق متفرقه من الجهه الشرقيه من محافظه الحديده. وقالت بأن الميليشيات تحاول استخدام تعزيزات عسكرية من العاصمة صنعاء ولربما تعزيز أو استعادة ما خسرته خلال الساعات القليلة الماضية، لكن مقاتلات التحالف تحاول الحد من وصول هذه التعزيزات إلى الميليشيات خاصة من جهة العاصمة صنعاء. طيب، أيضا مقاتلات التحالف كانت قد نفذت مع استمرار المعارك في بعض المناطق كما فهمت منك، ماذا عن المدنيين؟ هل هناك حركة نزوح وإلى أين يذهبون؟ نعم، عمليات النزوح يبدو بأنها شبه مستمرة خاصة في المناطق التي تشهد مواجهات بين الجيش و أو القوات المشتركة وميليشيات الحوثي. بحسب التقارير الأممية تقول بأن هناك قرابة 80,000 نازح نزحوا من مناطق الاشتباك في المناطق في الجهة الجنوبية من محافظة الحديدة، لكن يعني وضع النازحين هناك يبدو بأنه صعب جدا بحسب ما تقوله التقارير الأممية. ومنظمة أوكسفام تقول بأن هناك عدد كبير من المدنيين لم يتمكنوا من مغادرة مناطقهم بسبب الاشتباك أو الصراع المستمر أو الحرب المستمرة بين الطرفين. وأيضا ميليشيات الحوثي عرقلت خروج الكثير من النازحين من منازلهم أو من قراهم ومن المناطق الشرقية في مديرية الدحيتة، وبالتالي هذا ربما يفاقم من الوضع الإنساني بشكل كبير جدا في مديرية الدحيتة وأيضا في أجزاء واسعة من محافظة الحديدة. هناك الكثير من المنظمات الحقوقية تناشد الجماعة الحوثيين وأيضا التحالف العربي بالسماح للنازحين بالخروج من المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية أو عمليات عسكرية، لكن الميليشيات ربما تحاول استخدام بعض المدنيين كدروع بشرية خاصة في مديرية الدحيتة وأيضا في المناطق الجنوبية من مدينة الحديدة، وهذا الأمر يمثل خطر كبير على حياة المدنيين بحسب الكثير من المنظمات الحقوقية وأيضا المنظمات الإنسانية. هناك وصلت ربما العشرات أو المئات من الأسر التي تمكنت من الفرار أو من الخروج من الأطراف الجنوبية من محافظة الحديدة وصلت إلى هنا إلى مدينة تعز. سنعود إليك مجد طبعا لمتابعة كل التطورات، ولكن الآن مضطرين أن نشكرك شكرا جزيلا مجد الدين شكري مراسل الغد من تعز.